السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في الله في فيديو جديد على قناة كيتو والجواد. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نحضروا أروع أومليت وجبة كيتو كلاسيك بامتياز. أروع وجبة تقدر تستعملوها في الكيتو كلاسيك. فما تبخلوش عنا بلي لايك. الناس اللي باقي ما مشتركه اشترك في القناه وشكرا على التعليقات الجميله ديالكم. طريقه التحضير من بعد الانترو. المقادير سهلة. عندنا ترجلة، طريقة تحضير ترجلة نخليها لكم في جدول الوصف، كاين فيديو على القناة، وربعة البيضات. نخليكم مع الفيديو حتى الاخر حيت المقادير فيه هما هادو، وما تنسوش ملح الهيمالايا. اذا ما نكثرش عليكم بزاف الهضرة، نخليكم مع الفيديو ان شاء الله. غادي نحاول نسرع الفيديو حتى الاخر باذن الله. كيجي رائع. وجبة للكيتو كلاسيك نذكركم، وتنشكر الاخت اسماء بازا اللي في التصوير. وهكذا كنكون وجدنا الاومليطات ديالنا بالصحه والسلامه والعافيه.
نذكركم وجبة للكيتو كلاسيك 100%. الله يجزكم بالخير الإخوان. ما تنسوش للايك ديالكم تحفزون أكثر، تعليقات ديالكم، الناس اللي ما مشتركاش كذلك تشترك في القناة. وحاجة أخرى، الناس اللي ما عارفاش المجموعة ديال الفيسبوك ديالنا اللي كنتواصلوا فيها وكنصحوا فيها الوجبات، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، فادخلوا عندنا المجموعة ومرحبا بكم. وابونا الإخوان الناس اللي باقي ما اشتركاش في القناة. هذا هو الكلام الأخير اللي غادي نقول لكم، وتهلاو في رئيسكم إلى فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.